بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، تم استدعاء الأميرة إليزابيث بينما كانت في جولة ملكية في كينيا لتعتلي العرش في 6 فبراير عام 1952. والآن نستعرض بعض اللحظات الحاسمة في حياة الملكة. عاصرت الملكة 15 رئيسا للوزراء في بريطانيا، لكن علاقتها بوينستون تشرشل رئيس الوزراء الأول في عهدها كانت الأقوى، لدرجة أنها خرقت البروتوكول عند وفاته ووصلت إلى الجنازة قبل أسرته. في خطابها بمناسبة 40 عاما على توليها العرش، وصفت الملكة إليزابيث عام 1992 هذا العام بأنه عام مروع، حيث انهارت زيجات 3 من أبنائها، كما اندلع حريق ضخم في قلعة وينسور. مقتل ديانا في حادث سيارة في باريس تسبب في صدمة شديدة للشارع البريطاني، ورفع حدة الانتقادات العلنية للعائلة المالكة، ما دفع الملكة لإلقاء خطاب نادر للأمة تنعى فيه أميرة ويلز المحبوبة. وأخيرا، وفاة الأمير فيليب، الاختبار الأصعب في حياة الملكة إليزابيث، حيث عاشت معه لأكثر من 73 عاما وأنجبت منه 4 أبناء.